قاعدين نرحيو في نوامر الرحية قريب نوصل 30 ألف مشترك في القناة هذه بالرسمي عم بوزيكم العبيد الكل على السبورت متاعكم قرعة جانج فور لايف لازم زاد نرحيو في نوامر الرحية بتروفوا لينك في أول ديسكريبشن وفي أول كومنت بشي عملوا فولو خاطر نهار واحد في الشهر نهار واحد ماي إن شاء الله عنا لايف ستريم فهمتني وليه فيه وحكيفكم 7 متاع العشية سواء عملوا فولو ويلا بين شاب وشابات اليوم عنا حلقة الميم زاد نهار لحد الغالب خاطر السبت حتى ليه شوية مانيش رايح الجملة انيوز شباب وشبات فرق على اللايك بطن وصل الفيديو هذا 2000 لايك كيما ديما فهمت شوالي وهذوما البيست كومنت شارك فيكم الرجل الكل على الكومنتات الميزانيين والسبورت نتاعكم وزيكم ويلا بينا شباب وشبات من غير ما نطول الهدره برشا شوفوا اخر ميم زبطوا انتم في جروبنا زاد عجيب فاملي على الفيسبوك نبداو بالميم هذه اللي يحب مرته يدللها واللي يحب واللي تحب رجلها تدلو زاد اش تعمل له تحسي عرفت روح اللي هي سألت سؤال ما هوش خادت مبهمة دار فيه زبل جاوبك أختنا بيها نجاوبك بكل صراحة نسيت القناة هذه قناة عائلية ما قل حاش نجم نقول إيش كي دارنا يقولوا لي كبرتي على المهبة بفضلك والضياف يصدق يا ربي ليش يا ربي ليش يا ربي ليش يعطيوك مصروف ولا يخليوك تاخذ مهبة خليك في كيف خليك سيبوني ما تعطيني حاجه مش تعطيني حاجه ما كنتش باش تعطيني حاجه شيء في بالي خليني انا صاحبي عم بزنس نتاعي عمري 27 سنه اموري خويا امور انا مازلت في رايي اللي انا مازلت صغير خويا هل ناخذ مهبة دريتك مسيتك درت بساحتك ما درتش خليني ناخذ مهبة بتاعي يا عم الله مواطن فرس الزميل زميل ديما ربح فايت روش بالتعريف ليه مانيش زين تشنيه كل زميلك مش يا زملاء زميل وين الزميل خدم ليلتي نتاعو يا زملاء الكلمه السريه صعب كتولي يا صعب وطبيعة الزميل دي مريب أخوي هو اللي عنده السلطة هو اللي يحكم يا صاحبي أو كيفاش تكتوا فيه مسكين تاريخ الزادة شيكس حافل ترى خش بشبيت حكم عنده جنسية روسية هذه أخوة من السوفيات من الاتحاد السوفيات عنده جنسية روسية تاريخ الاتحاد السوفياتي برو يمكن باش يعاقبني اليوتيوب كذاك حطيت تصويرتي في بلاصه تصوير هتلر خويا هكا يمكن اليوتيوب يتتر قاعد خوكم الزاد شيكس منور بعد ستالين نورينين صح انا من الاباء المؤسسين للسوفياتيه صاحبي شبيك هذا التاريخ نتاعي اللي انا مكفنه فهمتني ما نحبش نضوي الحد اما هاكم طلعتو خويا الجوجل فضحني الله يهديك الجوجل وخي ديما فضحتني ناس اديت خلصني بالرسمي يعني. لا ما حقاش مشيت للجوجل وكتبت الزحه والله يا خي خمسه طرق لتكبير المؤخره لخيتها انا نجس فيكم انتم علاش نكمل الفيديو لتو ها شنو مكبر مؤخره كان طفل عادي تعدي انت مثال اما الرجل كان عجان تفرش على كيفيه تربيه المؤخره ريتك نجسكم ريتك نجربكم الاولاد كبروا المؤخره وهكا هكا كان عجان تفرش لك انت ولي محتلين تونس فهمتي بالرجل نتاع فرجك تكبير مؤخر الله يهديك خلي نهار العيد لا تليفون لا طلة لا في عيد لا في مناسبة لا في عاشورة لا في عيد الجمهورية لا في خطاب لا في عرس لا في طهور لا الثلاثة لا الأربعة لا الخميس لا صحة لا عسلامة لا بالسلامة لا الله عينك وكبرشوا لي وهو مش عادي صاحبي هذا اللي دايسوا مني عرفتوا لا ما غير ما يلوموا صاحبي كان أنا سلمت وكستي بوان فمي صاحبي صاحبي وانت صغير كي تبدا تكي الدار انا والله بدي دور الدوار خدني شي ارتي كسر 40 70 والله صعب تبي سي ارتي كسر 40 70 فهمتي ولا 40 90 زيد
فهمتني تصور انا كان جيت نخي ريت كان نغزل روحي وانا صغير راني نشدني نفضقني بطريحة ونقتلني ونمرمدني صاحبي وندفني يا سمير يهديك ربي ان شاء الله خير هيا عاد وتخلي عاد اها هنا ساصمت قليلا شنو مبرر شنو مقول ما نعديهاش في المونتاج سير حتى الفيديو اللي بعد اي كيو لا في 5000 كالعاده كلمه شهيره اتوقع منتخب عربي ياخذ كاس العالم هاي السنه سوريا انت متوقع وات منتخب عربي ياخذها وسوريا لا انا اللي ركبت بتاخده شو بيلعب مع اندرتيكر والراندور اندرتيكر وشكون ما يسالش حد يقول هل الاندرتيكر ناردو على رونالدو وي ما نحبش نقول البنات شدوا الكوجينه وسطوا علينا خاطر بعد باش يوريك الفيمينيست اخويا هاني ساكت عم باش نقول ولا كان جيت انا طبيب وكاكا كرز فيسا بالله كان عندنا علماء لهنا فهمتني الاولاد انتم خليكم على شيرك راه جانك ما زلتوا صغار على شي العلماء اللي تفرجوا عليه فهمتني علاش ما تعملوهاش الميثود هذيك نتاع التصفيق دونك مع شي تنفس نورمالو مازالو مخو مازال عايش دونك تصرفق وانت اخويا تعطي زوج صرافك كيما نعرف فعلا فهمتني محرحريا فهم بوسيبيليتي اللي هو اخو ادرسوا هذه ومن بعد رجعوا لي فهمتني ومسالش في السماح جايز نوبل تو صح وفرح مسامح يعني يزيني جوائز يزيني رحمة لزلع نهاية كل حاس إيه يستاهلوا كل حاس يستاهلوا بردت لي على قلبي برا يبرد على قلبك بدية عمي أقوى الزلعة ثلاثة رجل وسيد الرجال سيدها ما زالت تتنفس تراها إن شاء الله خير شنو رأيك في الرولاسيون قبل العرس؟ شنو هي رأيك في الرولاسيون قبل العرس؟ رولاسيون شنو هي ساعة خاطر تفرق رولاسيون سكسيال شنو هي؟ العلاقات الجنسية قبل العرس أي فاهمك أما زيد سؤال على الأخر ليش؟ زيد بنتي تشوفي حرية شخصية ولا قلة تربية؟ إيه وأنت تشوفي روحك تعمل فيها فارك إيه ما عندك تسلسلة هكا أي أنا نسأل فيك أي ما تسألنيش أنا شوف حد آخر اسأل مين سيجاوبني؟ لا وما زالت تسأل فيه ما زالت ما حشمتش على روحها ما يبرغ زعل مرة الأولى الثانية الثالثة العاشرة 15 ما زالت مكبش مكسح جعبك من يدعم انا في بلاصه تحشمت انا كمتفرج حشمت لانه متزوج رجع عندنا الشيخ ايوه هذه الطامه الكبرى الطامه الكبرى ماشي كي زنيتي ايوه الطامه الكبرى خدعك خاطر متزوج معناتها لو كان اكتشفتي بلي ماشي متزوج ماشي طامه كبرى عادي بالنسبه اليك عادي جان ماشي متزوج وقعتي معه في الحرام فلما اكتشفت انه متزوج هذه الطامة الكبرى اكتشفت انه خدعني لانه متزوج وله طفلة ويرفض ان يتزوجني انصحني ماذا افعل يا سيدي روحي ابكي على روحك وتوبي الى الله واندمي على ما فعلت لعل الله لا اله الا الله اسمعوني البنات برشوليه كانك اختي ومصاحبه واحد معرس اعرف اللي هو داخل عليك بطميع والله كنت تخلي للصباح روح من الاخر الرجال تعرف بعضها من الاخر على الاخر راهو مادام معرس ومصاحبه كراه وشيست نتاع عرفتها من الاخر باش يقضي قضيته مره 12 ومن بعد يا بطك يعني نجيبها فريش من الاخر صاحبي فهمتني قول فريش لك الكوارت وانت دبري راسك ردوا بالكم البنات ولا ولاد كيف لا ولاد عن اموركم هذيك اما البنات ردوا بالكم
كي تبدا عام الجونتا وماشي تقرا تاريخ. كيفاه الغيط وتصويرة هتلر هو يشتحك مزر لي انا مخطوطه لا يجزمني انا توجونت باش نفهم الموضوع كيفاش ني جبتوها الروح بتاع هتلر يشتح الزح انا وين عرفت ديما الرافك الفيديو تعمل هكا ما فهمتش يعني موقف على الشعب اليوتيوب ما تفهمنيش بالغالب كي نعمل هكا ما قصديش تاكم كده تحس عنده يده أغلب من يدي الزح تفرش يده أقسم بالله يعطيك بسلفان رجعك 5 سنين تاني الزحي برو شو ما شاء الله خير أيوة ما انت مشعت الشعب حسك بيش تفجعني برو اي جماعه تكلم انتي راسيزم فهمتي انتي راسيزم كيفاه شمس راسيستيه كيفاه تو وش عملنا وجبان ها نفلكوها الشمس مانيش انا معناتها راسيستي لا ولا لا نفك جماعك العقل حاجه فهمتي راسيست انتي ترانسفوبك درشنيتك يا جماعه الجي بي تي كيو اتش جي اش بي ال جي سامسونج ايفون 4 بريس برو ماكس برمشي نمسوا لايف راقين شبو شباتهم اخوكم الزيادة شيكس واش في الانرجي متاع العادة جم دون فرحوا واعملوا او نورمال انت حسيبك ربي يا صاحبي يا حي عليه هيك والله لا تركب عليها على بعضها الزحلة ولاد برجوري يعملوهم الكل غير انكم ترجعوني الوان فضيحة الاولاد ربطني ودير لي اللي بغيت فيا خونا ربطها ودار اللي بغا اتفرج على فيديو اسيد هاش شو مال فاكين اكس مان نيجا كيف صاحبي ريل قاع جانك اوك عمل لي اللي حب كيف طب جي ساعد احلى تحية فبتي ولي الخونة سو صحيح صاحبي حط لك اللايك اتفرج تتمتع عمل تحكة خلو نربطك وتربطني وعمل هيك فرج على سيد هاش اكس المتعة الصحيحة صاحبي ريل ديل كي تبدا الشيك اللي فما طرف ثالث في علاقتكم وتطلع انت هو الطرف تطلع عندي هو الطرف الثالث اللي ما عرفنيش هذي انا قبل ما بدا والله تحسي محنط بالرسم تحسي نفس الرياكسيون ضاربين في البي سي هذا سلقت عرفت شفت الديسكريسيون اللي انا عرفت فيها اللي انا الطرف الثالث الطرف الثالث طلعت الرجل اول تدخل خارجي لزادها شيكس ان شاء الله خير خوي ان شاء الله خير 56 مستشفى متوقفة عن الخدمة زادها شيكس تتدخل لحل المشاكل مشكلة الدعم السريع وقوات البرهان في السودان وحدود هدنة بسبب زادها شتول ما فاكنيكس فرج فرج كيفاش كرست عليه وكان نحكي لكم الاولاد اللي نهارت دخلت عليهم في المجلس الخام فهمتي وليه مكرزية انا والاخر سب في الام والاخر خوية فهمتي يطيش في الأوراق على الآخر وحسير بيع خام شين ادخل كله من هنا تلفيت يسار تلفيت يمين الرياض الرياض فهمتني رئيس الوزراء مخاديك فهمتني بيل في السروال والآخر خوي عمل هيك يرعش خبص هجم الأولاد شنية بس تريث ولا شنية يا أخوي تحبوا نستعمل عنف أنا عملت هيك وكا بيل في السروال اللي ما بيل في السروال هيك هو عاد خويا بعد كبستهم اخزر هذه التصويره وقتها انا في المجلس ريت قديش مكرز وقتها ولا نكرست عليهم الرجل فهمت يا اخي خويا كنتيش زادها شيكس من شوبي وقتها بزاف فرحان باللي فيلتر شبيكم كبستوا عليا في التصاور الشباب لا ولاد دوسيات القدم هذه وقت هذه صاحبي دالي يا حسن حسن نرجعوا لي انا قبل فرحان باللي فيلتر فهمتني حسي حطيت شي 5 فلترات متاع انستغرام بعد عديت على سناب شات فهمتني 8-10 فلترات هكا هو بعد اكل كاندي كاميرا ولا درش يسمى هكا هو خويا خرجت انا والكرسي فرد كولور من الكرسي من تالي عرفت كان اكحل ولا ابيض من تالي يا مشير هذي يدخل حمام نساء بدأوا يسيحوا راجل يسيح معهم وين
فاكت فاكت من شفافي تفهم برشا مواضيع زاد عشيك سابت فيديو ومزلعش روح جموع مكرزة كيف عشيك مزلعش روح مايش متفرج زاد عشيك سابت فيديو وزلع روح على المرة هذه مزلعش روحي كرز وكل كرز كرز وليت بالرأس معاس زي لها روحي ساعة وليت اي كيو 5000 صاحبو جوي بي سيجما فهمتني بتاع جماعة الأوروب صاحبو سيجما بتاع الكرهقة هذيك هي صحيحة صح قاد تيام ملا واحد قاد تيام تنيزين سيجما ملا بس دي هو صاحبي سيجما صحيح لنا بس الريكسيو فرق كبير فرق كبير هذي تحس متاع واحد صاحبي كيوت مخنط فيه شوية تقنية دي كلي صحية صاحبي عباد دمرت حياتهم بسبب نيمار دمر حياته بسبب القمار وخسر فلوسه وشهر جوني ديب خسر فلوسه ودمر حياته بسبب مرته مسخرة عمل الكلاش زادها شيك صاحبي الكرعة كانج نوت غانا لاين مش باش نكتب عليكم كرعة كانج اي واحد خويا يحب الكاريرة بتاعه توف يجيني فهمتني ولا خويا انا حتى اذا ما تكلمش خلي الكرعة كانج خويا تصرفوا فهمتني تمروا له كاريرة ايزي بيزي مرحبا بيك هذا تنبيه لاي واحد يحب يدخل في الدراما معايا فهمتني دونك تحمل مسؤوليتك صاحبي كامله مكمله يعني حتى كان نسكت القرعه جانك باش دمروا كاريرك خليك كان عندنا تكلم وتزيد تعرف الحكايه والقرعه جانك زادوا فهمتني ايش عليك الله يرحمك صاحبي انا والشاب وشبتك معكم اخوكم زيد اشتو الموفق نيكس ان شاء الله كنت متعت بالحلقه نتاع اليوم ما تنساش فهمتوا اللي تعمل ضربه اللايك شير سبسكرايب ونشوفكم ان شاء الله غدا في فيديو جديد كما اخوكم زيد هشي كل نهار 6 نتاع العشيه رجع الوقت نتاع العاده سو ياك كل نهار ان شاء الله 6 نتاع العشيه نتقابل في فيديو جديد بيس اند لوف باي باي سي يو تومورو بيبي جيرل ما تنساش تبعنا على تروبو اللينك في اول ديسكريبشن وفي اول كومنت باي باي.